خاتمة هذا الكتاب المبارك؟ خاتمة في كتاب ده صنع في كتاب ده. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا في هذا القسم نعم خدا نبي كتاب ده أيو علمي أبتش تقوتي أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت أمريك باي قلبي ما با إيمانا ما با تقري داندني أو باي مرني رانا وأنه يجب على المسلم قبل أن يدخل في الإسلام أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله سواء إنسانك حست كتكهبة دين إسلامياتي أو غري باري دين إسلامياتي چه دلالاتا چه بيسي إنا كريا أو غري وانا رو بوا كافر دا صادجة بوا إسلامياتي دا فلا يمكن أن يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر سواء إنسانك نقرأ هم مسلمان وهم طاوي رهيبي را كبر را دارا را عبادته بك ولا يطيع العلماء والأمراء في معصية الله تو وقتي نا أميري خرا نا دا عالم را نقرأ معصية رب العالمين را اتعاتي بك يحذر من الشيطان الشيطين بقرنا ولا يمكن أن يرضى بأن يعبد من دون الله كأن يرضى بأن يسجد له إنسان مثلا تو وقتي إنسانك نقرأ غري راضي نبكي اج رب عالم بيشتريك يورا سجده بك او يدعو الناس الى عبادته تو وقتي غري راضي نبكي عبادتك رب عالم رتكرني يورا بكرني ولا يمكن ان يدعي شيئا من علم الغيب لان هذا كفر اكبر اساجي مبركي مسلمان نكره تو وقتي بيجي از غيب زانم چونكي مبرك بيجي از غيب زانم اود كذا كفر مازندا ولا يمكن ان نحكم الا شريعه النبي عليه الصلاه والسلام نكر حاكم يا شريعه ابي خمبر بيشتري تشتكي دني تخنا حاكم يا خدا والله اعلم والله اعلم.